مساء الخير. على بعد أسبوعين من موعد الانتخابات في ليبيا، ما زلنا نتحدث عن انتخابات مفترضة. تطورات كثيرة تتدافع تشكك في واقعية إجراء هذه الانتخابات في موعدها على الأقل. وإذا ما كانت الاعتراضات السياسية القانونية كثيرة، فإن لغة الشارع والميدان والسلاح تهدد عملية الاقتراع برمتها. المرشحون أيضا حتى في حال اقتناعهم الخفي بصعوبة احترام الاستحقاق الانتخابي، فإنهم في العلن يعملون بجد وحماس وعزم لخوض امتحان الاقتراع وكأنه واقع غدا. المراقبون عاجزون عن إصدار فتاوى لتفسير الكيفية التي ستقوم عليها انتخابات يشوب وعاؤها القانوني عيوبا وتشوهات، كما أن المتأملين للمواقف الدولية لا يهتدون إلى الأدوات التي ستستخدمها العواصم الكبرى، هذا إذا اتفقت فيما بينها، لفرض الانتخابات وردع عراقيلها. هناك من يستبشر خيرا من تلك الانتخابات إذا جرت لبناء دولة ليبيا، وهناك من يعتبر تلك الانتخابات نذير شؤم ووصفة لحرب أهلية جديدة. والأعين شاخصة على حدثين أمميين، الأول استقالة المبعوث الأممي يانكوفيتش وملها، والثاني عودة الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز إلى ليبيا كمستشارة، هذه المرة للأمين العام للأمم المتحدة. الأمر يفتح بازار التكهنات حول صراع أمم داخل ليبيا وهي على حافة الانتخابات. نقاش أبعد من القاهرة مع الأستاذ محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات، ومن باريس مع الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، من لندن مع الأستاذ محمد مشارقة مدير مركز تقدم للدراسات، ومن جنيف مع الدكتور رياض صيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. ليبيا على حافة الانتخابات بعد الفاصل. إذن ليبيا على حافة الانتخابات، نقاش أبعد هذا المساء من القاهرة من باريس من لندن ومن جنيف بعد هذا التقرير. على الرغم من الصخب الدائري حول الانتخابات الليبية، فإن سؤالا كبيرا يطرح جديا حول إمكانية إجرائها في موعدها في 24 من الشهر الحالي. يكاد يكون الأمر سورياليا، سواء في تزاحم المرشحين أو في احتكاك القضاء مع مفوضية الانتخابات في تثبيت هذا المرشح أو إبعاد آخر. سطوة السلاح ما زالت تحدد مسار الراهن في ليبيا وتجعل من العملية الاقتراعية ضربا من المخاطرة والمغامرة، غير أن المرشحين ينشطون بدون كلل وفي بالهم أن قوة ربما خارجية ستقهر قوة التعطيل في الداخل. ومع ذلك فإن الليبيين يتذكرون أن مؤتمرات عقدت في هذا الخارج في الصخيرات وبرلين وباريس وغيرها ولم تأتي بترياق حل أزمة بلادهم. الانتخابات هي الحل، هذه كلمة السر التي ترفعها واشنطن كما بقية العواصم المعنية في أوروبا ودول المحيط. والانتخابات هي الحل وفق ما تنادي به جل التيارات السياسية الليبية والتي تدفع بمرشحيها نحو معركة الصناديق. تنتظر ليبيا بعد مخاض العشر سنوات الأخيرة الانتقال إلى مرحلة السلم والاستقرار، تنتظر أن يخرج المرتزقة والقوات الأجنبية من بلادهم، وتنتظر أن يتم الاهتداء إلى نظام سياسي حديث يدور زوايا التعدد والتنافر وتضاد المصالح ويدخل كافة الفرقاء للجدل داخل عملية سياسية وسياسية فقط. ولأن يتقدم المرشحون بالبرنامج والوعود، يتساءل أهل البلد بقلق، هل ستجرى فعلا هذه الانتخابات؟ أنطلق إلى القاهرة مع الأستاذ محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات. أستاذ محمد، بغض النظر عن تفاصيل هذه الانتخابات ويوميات وساعات التي يعني ستتطور من الآن حتى الأسابيع المقبلة، أولا حضرتك وبكل صراحة، هل كنت مؤمن أن هذه الانتخابات فعلا ستجري، بمعنى أنه كل المقومات إجراء انتخابات في ليبيا كانت حاضرة، أم أنه لا، هذه الانتخابات كانت مشوار سياسي قد يتوقف أو قد يسير لكن يجب علينا أن نخوضه؟ نعم أخي حياكم الله. هو الحقيقة وجهة نظري في هذا الموضوع بشكل شخصي قد تتوافق مع وجهة نظر الكثيرين، هو لم يكن وثوقا وإيمانا بحتمية الوصول، ولكن كان هناك إصرار على خوض هذه التجربة. لماذا؟ لكي لا يترك الباب مشرعا في هذا الاتجاه بأنه تم إقرار عملية انتخابية ولم يتم الالتفاف حولها بشكل جماهيري. أنا أحد الذين قاموا بإمكانياتي المحدودة
بالتحشيد للذهاب واستلام بطاقات الانتخابية ومشاركة، ولكن لماذا لم يكن هناك يقينا كاملا كما هو الوضع في أي ملف في ليبيا؟ نأخذ دائما بالمقياس والمعيار. هذه العملية أنتجتها الأمم المتحدة ببعثتها من خلال ملتقى الحوار السياسي دي 75 عضوا في الأصل. هذا الأساس كان غير منضبطا عندما تم ضبط وتوثيق قضية الرشا، تم تحويلها من خلال ستيفاني المبعوث والوكالة آنذاك للجنة مجلس الأمن للعقوبات ولم يتب النظر فيها، ظل المرتشون في مجلس 75 والرشون ذهبوا إلى السلطة. ولكن المدة الزمنية وأهداف وغايات حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون مهمتها تأمين هذه الانتخابات والإعداد والتهيئة لها لم يكن لديه ما يسنده بالتجربة، لأن الاتفاق السياسي 2015 الذي عقد في ديسمبر في إسخرات كان ينص أن عمر الحكومة سنتين بمجلس رئاسي بتسعة أعضاء، تجاوز الحكومة ذلك السنوات ولم يبقى من المجلس إلا رئيس ونائبين حتى بالتعديل الثاني الذي كان في 2018 والذي ضمن في الدستور في تعديله 11. مختنقات كثيرة كان يجب إنجازها بالقضاء عليها، أقصد هنا إنجاز القضاء عليها قبل إنتاج هذه الحكومة، وكان الموعد أقصاه 23 من يناير، أقصد تفكيك الميليشيات وخروج القوى المرتزقة وفقا لما تم الاتفاق عليه في 23 من أكتوبر. طيب واضح أستاذ محمد أنه كل هذه التفاصيل حتى لا نغرق الخطأ قائم. نعم تمام، حتى نغرق بتفاصيل كثيرة، واضح جدا أنه كل هذه التفاصيل تقول أن الانتخابات لم تكن لتكون بمعنى أو بآخر. لا أعرف إذا كان في قرار ليبي بهذا الشأن أو أن القرار الدولي لم يكن على المستوى المقبول. سأعود إليك في هذا المجال أيضا أستاذ محمد مشارقة، مدير مركز تقدم للدراسات هنا في لندن. أستاذ محمد، طبعا لا أعرف من خلال تأملك للحال الليبي الداخلي، لن أتكلم حاليا، لن أتكلم عن الوضع الخارجي، لكن الوضع الداخلي الليبي الذي انكشف في الساعات الأخيرة حول إمكانية يعني إجراء هذه الانتخابات أم لا، هل هذا النسيج الاجتماعي السياسي الداخلي بإمكانه أن يذهب إلى انتخابات؟ علما أستاذ محمد تعرف أن هناك لم يؤمن يوما بأن الانتخابات بإمكانها حاليا أن تكون طريق للتسوية في ليبيا. مرحبا بك وبضيوفك الكرام. أنا أقول أن المشهد في ليبيا بعد 10 سنوات عجاف بات يميل إلى منفذ آخر غير الاحتراب وصندوق الذخيرة باتجاه البحث عن صندوق الاقتراع مهما كانت بمعنى المعيقات. هناك معيقات كثيرة، المشهد في ليبيا مشهد منقسم حقيقة، هناك ميليشيات، هناك 20 مليون قطعة سلاح، هناك انقسام عمليا مجتمعي ودمر النسيج الاجتماعي الليبي، وكذلك هناك تدخل خارجي يكاد يكون حاسما في فترات متتالية. بالتالي الليبيون الآن ارتضوا بدليل يعني هذا التوجه نحو التسجيل وسحب بطاقات الاقتراع، أكثر من نصف المسجلين الانتخابات هم النساء، وهذا له دلالة أن المرأة الليبية الأكثر تضررا من الاحتراب المسلح الذي ساد في السنوات العشر الماضية. وبالتالي هناك إصرار، أنا برأيي موضوعيا أقول بغض النظر عن مواقف القوى السياسية المحتربة والفاسدة كذلك التي أتت بالأجنبي وأتت في المرتزقة ونهبت البلاد ولديها مصلحة بأن تتم الانتخابات، لكن هؤلاء أنا برأيي قلة لكنهم أقوياء، لكن الشعب الليبي بكليته موضوعيا الآن هو يطلب الاستقرار والأمان وأن يذهب أبناؤه إلى المدارس والجامعات بأمان وأن يكون بمعنى مطمئنا على أملاكه وأرزاقه وحياته اليوم. بالتالي موضوعيا أقول أن الوضع مهيأ لإنجاز هذه الانتخابات مهما كانت الصعوبات ومهما كانت المعيقات التي تبدو وكأنها مستحيلة، بدليل يعني هذا الاستشراس في 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 استخدام القضاء كل لطرفه والمحاكم كل لطرفه من اجل اعاقه العمليه الانتخابيه والتي احدث بمعنى يعني اقول انه دخول دكتور سيف الاسلام القذافي الى حيز الى التنافس هو عمليا اعاد خلط كل الاوراق واعاد كل الاطراف بما في اطراف الدوليه والاقليميه لتعيد النظره وقفها التي سادت في الأشهر. طيب أستاذ محمد، يعني مهم تشير إلى أنه الانتخابات هي أصبحت مطلب ويبدو مطلب اجتماعي وربما مطلب سياسي لبعض الفرقاء،
أريد أن أنتقل فقط لدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. دكتور رياض، أنا اطلعت فعلا على رأيك في هذا الموضوع. يعني أستاذ محمد يقول أن ليبيا جاهزة للانتخابات على الأقل على المستوى المبدئي، لكن حضرتك غير مؤمن بأن الانتخابات بإمكانها أن تكون مدخل للسلم والاستقرار في ليبيا، ما رأيك؟ نعم، لأنه عندي مجموعة عوائق بنيوية هيكلية تجعل هذه الانتخابات ستعمق الجرح وستعمق الحرب الأهلية وليس العكس. سأقدمها حجة. أول شيء، تحليل المشهد السياسي في ليبيا يجعلنا نستخدم نظرية صراعية في العلوم السياسية وليست نظرية الوفاق الوطني، لأن الديمقراطية والانتخابات لا تتم إلا في نظرية الوفاق الوطني وليس في النظرية الصراعية العسكرية، وليت حتى فقط كانت سياسية. هذه العوائق البنيوية الهيكلية التي تمنع نجاح هذه الانتخابات. أولا، غياب الثقافة الديمقراطية. نعرف أنه في يونيو 2014 حدثت انتخابات تشريعية في ليبيا. يا سيدي، الأخوان المسلمين وعبد الحكيم بالحاج جماعة الإخوانية الإسلامية خسرت الانتخابات، قالوا لا، لا نقبل بالنتيجة، لا نريد هذا البرلمان، نحن سنحاضر برلمان طرابلس، والفائزون الجدد ذهبوا وأسسوا برلمان في طبرق. فهذه الانتخابات أدت إلى ماذا؟ إلى حرب أهلية وانقسام ليبيا بين الشرق وغرب. اثنين، العامل الثاني، تواجد أكثر من 20,000 مرتزق وجندي نظامي أجنبي، وبخاصة الجيش التركي والقوات التركية. الجيش التركي والقوات التركية دخلوا لصالح جهة معينة ضد بقية الأطراف، لصالح طرف ضد بقية الأطراف، وهم تواجدون. وعلى فكرة الأمانة العامة المتحدة تقول لحد الآن لم ينسحب هؤلاء، هم ما زالوا في ليبيا والسلاح يتدفق بشكل كبير جدا. ثلاثة، أي انتخابات تتم بين أحزاب سياسية وليس بين ميليشيات مسلحة. فميليشيا مثلا في طرابلس على سبيل المثال تخسر الانتخابات، هي عندها دبابات وعندها مصفحات وثم من يمولها من الخارج وعندها ارتباطات استخباراتية، فلماذا تقبل بهزيمتها السياسية وهي تمتلك القوة على الأرض؟ إذن هذه عوامل كثيرة جدا. في الواقع المشكلة مع الأمريكان، الأمريكان في مخهم دائما في عقلهم الديمقراطية انتخابات. دخلوا العراق 2003 ديموكراسي إلكشنز، مباشرة عملوا انتخابات، وشوف الوضع في العراق إلى أين وصل إلى حد اليوم. نفس الشيء في ليبيا. في ليبيا وأنا حاضر هنا في جنيف جاءوا ب 75 فرد من وفد سموه وفد الليبي وقالوا لهم اعملوا انتخابات على اسس الاقاليم الثلاثه الليبيه، يعني ما قبل توحيد ليبيا سنه 1953، برقه وفزان، برقه شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبا، وهذا خطير جدا، لم يتحدثون رسميا على تقسيم ليبيا. اعملوا انتخابات، 75 انتخبوا. طيب يا سيدي، حكومة عبد الحميد الدبيبة من ناحية الشرعية الديمقراطية، استخدم مفهوم ماكس فيبر الشرعية العقلانية، يعني انتخابات هي غير شرعية غير ديمقراطية، لأن السؤال مطروح من انتخب 75 ليبي حتى ينتخبوا حكومة عبد الحميد الدبيبة هنا في في جنيف؟ صحيح. دكتور رياض، مهم جدا هذه المداخل اللي تكلمت عنها دكتور رياض، لانه اريد ان افهم منك اكثر ما هي البدائل عن الديمقراطيه. طبعا لديك يعني لديك بدائل، انا اعرف اذا كان هذه البدائل بامكانها ان تكون موضوعيه. لكن بالعوده للاستاذ محمد الاسمر، حضرتك من الداعين الى الانتخابات ومن المحرضين، محرضي الناس على الذهاب الى سحب بطاقاتهم. كل ذلك السؤال الكبير، حتى لو جرت هذه الانتخابات، كيف حضرتك مؤمن انه فعلا سيتم تداول السلطه، سيتم تسليم السلطه في وجه في 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 وجود مصالح ومنافع وميليشيات وسلاح ما زال يكشف عن نفسه؟ اشيد بالتدخلات السابقه وهي مهمه جدا ومركزه ومهنيه، ولكن يجب ان نبدي اولا ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحاله الوفاقيه التي تحدث عنها الاخ الكريم لكي تصحب الانتخابات، يجب ان يتم النظر لها في الجانب الليبي، ان يتم تهيئتها جزءا فجزءا لها حاله مركبه. الحاله الوفاقيه البسيطه او المبدئيه التي حصلت في 16 من شهر سبتمبر من العام الماضي بتوقيع اتفاق بين القوات المسلحه وبين النائب الاول لحكومه الوفاق السيد احمد معتيق بترسيخ لوقف اطلاق النار، وكذلك الذهاب لفتح الحقول والموانئ النفطيه وعقبتها اجراءات بنكيه باجتماعي مجلس اداره مصرف المركزي لاول مره، هيئة بعض من الوفاق والوضع الآمن
الذي أسس للذهاب إلى إنتاج حكومة وحدة وطنية ولو بجزء منقوص ولكن في إطار المتاح. نعم الانتخابات بكل ما أنا ذكرت ذلك أيضا العراقيل وجود الميليشيات عدم إنجاز التزامات المجتمع الدولي، حتى الضيف الكريم عندما تحدث عما حصل في 2014 هو عدم التزام المجتمع الدولي بالقرارات التي آل بها على نفسه أن يتبعها في ليبيا، لأنه عندما تعهد المجتمع الدولي وليبيا تحت الفصل السابع منذ عام 2011 بأن يرعى الانتخابات البرلمانية في 2014 لم يقبل إخوان الإسلاميين المتمركزون في المؤتمر الوطني ولم يرضوا بالتسليم. حصل الآن انقسام، مؤتمر في طبرق وآخر في طرابلس، تم تصميم الصخيرات، أتوا بالإخوان وصمموا لهم مجلس شرعي أعلى للدولة بصفة استشارية ليحتويهم. الآن نعاني من مشكلة هذا الحل لأن الإخوان يستخدمون هذا السلاح كجهة استشارية لعدم الذهاب للانتخابات. بكلامك عن المجتمع الدولي هذه الانتخابات تم تقريرها بضغوط من المجتمع الدولي، لكن ماذا يفعل المجتمع الدولي؟ كان هناك برلين وباريس وكان هناك ضغوط الولايات المتحدة الجديدة، وما زالت أعتقد أن السفير الأمريكي أيضا المعبوس الأمريكي لليبيا ما زال مصر على إجراء هذه الانتخابات. حضرتك كليبي كيف ترى كيف تجري هذه الانتخابات؟ ماذا يفعل هذا المجتمع الدولي لفرض هذه الانتخابات؟ المجتمع الدولي يحافظ على مصالحه كليبيا الآن بعد 2011 أصبحت منطقة نفوذ بعدما كانت منطقة تحدي للغرب، وبالتالي كل القرارات يتم اتخاذها ولا تنفذ إلا بجزئية لصالحهم. حتى الآن عند انفاذ خارطة الطريق الصادرة في نوفمبر 2020 من العام الماضي بخصوص العملية السياسية لم يتم تطبيقها بالشكل الجيد، وناخذ مثالا على ذلك فيما يتعلق بالانتخابات، تم إصدار القرارين 2570 2571 في 16 من أبريل الماضي بجزئيات رادعة زاجرة معاقبة للذين يعارقون العملية السياسية، وقلنا هنا زاجرة ناهية أي أثناء القيام بعملية العرقلة وليست تأديبية جزائية فيما بعد التحقيقات. لم يتم اتخاذ ذلك ومخرجات باريس كانت تؤكد على ذلك ولم يتم تنفيذها. المجتمع الدولي يريد دائما خلط الأوراق وفرزها بما يتناسب مع سياسته. لماذا قلنا نحرض على ذهاب الانتخابات؟ نريد أن نكبلهم بالقرارات والإجراءات التي ذهبوا باتجاهها ودعوا إليها ونحن تشبتنا بها لنلزمهم الحجة حتى من الناحية النضالية. موضوع الذهاب السلمي إلى الانتخابات واستقرار ليبيا سلميا هي حالة نضالية نتشبت بها، ونعرف نحن الرؤية الغربية جيدا من ستيفاني عندما ذهبت إلى أن عادت الآن بصفة مستشارة إلى استقالة كوبيتش، قبلها استقالة غسان سلامة في الثاني من مارس من العام الماضي. لها جزئيات وحيثيات ندركها جدرا. النظرة الداعمة للانتخابات ليست نظرة حالي. أولا الحلال حققنا مكاسب. طيب. المكسب الأول تم الاستماع إلى آراء الشعب. سأعطيك في المجال لأنه يعني رحت على مجموعة من العناوين يجب مناقشتها وخصوصا موضوع ستيفاني ويليامز وعودتها إلى ليبيا وما لذلك من خرائط دولية جديدة. طبعا نعود إليكم بعد الفاصل. ليبيا على حافة الانتخابات، نقاش أبعاد لهذا المساء. نحن في القسم الثاني. أستاذ محمد مشارقة، أذكر بأنك مدير مركز تقدم للدراسات، أنت معنا من لندن. حتى نلقي يعني نوع من الإطلالة على الموقف الدولي، كنا نعرف أن هناك مواقف واضحة على الأقل، الموقف التركي، الموقف الفرنسي، الموقف الألماني، الإيطالي، الأمريكي، الروسي، ومع ذلك هذه المواقف لا نعرف إذا كانت تتقاطع لإنتاج انتخابات. هل المجتمع الدولي يريد انتخابات أو المجتمع الدولي ليس مجمعا على الأمر؟ يعني الحديث على المجتمع الدولي أنه موحد حول ليبيا، أنا برأيي هذا كلام يعوزه تدقيق، لأن هناك مجتمعات دولية وهناك مصالح متضاربة. وأنا سأبدأ بمحطتين. المحطة الأولى هي اجتماع باريس الذي أعد بيانه الختامي حتى قبل يوم من بدء أعمال المؤتمر، وفي الكلمات وفي مواقف الدول التي تم التعبير عنها كان واضحا الخلافات في المحطات في غالبيتها. وأنا هنا أستحضر يعني حديث الروسي أو لافروف أو على سبيل المثال تحفظ تركيا على موضوع سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، أو الكلام البريطاني الذي كاد يعيدنا، كلام المندوب البريطاني في الاجتماع كاد يعيدنا إلى المربع صفر، بمعنى يريدنا أن نعود من أجل يعني ترتيب الأمور بصورة أفضل بوثيقة دستورية وحتى بمعنى تراتبية أو تزامن أو
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أستاذ محمد، من الأكثر حماسا من هذا المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات؟ بمعنى أنا أرى أنه رغم كل الكلام الإيجابي اللي ربما يتحدث فيه المندوبين الأمريكيين، وآخرهم يوم أمس لقاء السفير الأمريكي مع عدد من القيادات السياسية الليبية في مطار ترابلس، يعني هو تحدث عن يعني أنه المجتمع الدولي يريد انتخابات وغيرها، لكن بصراحة هناك إشارات يعني غير مطمئنة من أكثر من طرف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى النقاش الذي جرى قبل أيام عندما أعيد يعني أعادوا لنا ستيفاني ويليامز إلى المشهد. طيب يعني بصراحة هناك اعتراض روسي كان أولا على خليفة كوبيتش اللي هو المستقيل، وعينوا أو اقترحوا البريطاني فاعترض الروسي، ثم اعترض أيضا على ستيفاني ويليامز، وبعد ذلك يعني عمليا أعادها غوتيريش. ولو بشكل سريع أستاذ محمد، هل تشتبه برابط ما بين استقالة الأول وتعيين ستيفاني ويليامز؟ يعني لكل لا ربما كوبيتش استقالته موضوع أخرى تتعلق به حتى قضايا شخصية، لكن أنا أقول أن المجتمع أن هناك تباين. أين يمكن أن نرى هذا التباين؟ المجتمع بمعنى الدول الأوروبية ترى أن ليبيا تقع على مفترق خطر للغاية، خاصة مع التطورات الجارية من غرب بحيرة شاد مرورا بمالي والنيجر وكذلك أفريقيا الوسطى وساحل العاج. هناك بمعنى تركز لقوى إرهاب من نوع يعني مختلف حتى على الماضي، بمعنى هي داعش على قاعدة قديمة على غيرها، بالتالي في مخاطر يتهدد أوروبا سواء هجرة أو بمعنى إرهابا، وبالتالي باتت الدول الأوروبية أقرب إلى يعني حلول الديمقراطية أو ما يسمى بمعنى الانتخابات وغيرها في ليبيا، بينما هذا لا، يعني الولايات المتحدة لديها قضية أو في العقل الأمريكي أن الصراع في كل الدول الأفريقية بما فيها ليبيا هو مع الصين ومع روسيا. بالتالي نحن أمام معضلة، يعني بمعنى كيف ستحل يعني هذه التقاطعات على ليبيا كي تمضي العملية. لا خيار مثل ما قال السيد محمد الأسمر إلا أن نذهب إلى هذه الخطوة بمساومات بتدوير زوايا بين كل القوى بتوافق ما حتى نعبر معبر الانتخابات، ثم بعد ذلك نعالج المسألة بتوافق ليبي أو يجبر المجتمع الدولي على التعاطي مع نتائج الانتخابات. بالتالي المسألة الآن عند الليبيين وعند السياسيين الليبيين أن يجدوا طريقة، خاصة أنه يوجد تصحر في الحياة السياسية، لا يوجد تجارب يعني عظيمة بالحياة السياسية في ليبيا، وبالتالي على الليبيين الآن على عقلائهم الآن أن يمضوا نحو توافقات وحتى تبادل مصالح حتى نعبر معبر الانتخابات اللي هو أساسي وجوهري، كي نقنع المجتمع الدولي بأنه الليبيون مجتمعون على الانتخابات وعلى هذا المعبر بدل صندوق الذخيرة. تمام. دكتور رياض الصيداوي، طبعا حضرتك يعني لا تحبذ الانتخابات، لكن الانتخابات في حال هي العملية السياسية التي يجري نقاشها، هل بالإمكان إنقاذ هذه الانتخابات؟ وأريد أن أفهم منك أكثر كيف ممكن الاستفادة من الموقف الدولي رغم أنه ليس هناك إجماع، ونحن نعرف أن هناك يعني خلافات أمريكية روسية صينية ربما فرنسية إيطالية أيضا في هذا المجال. نعم أحسنت، والمجتمع الدولي هو الذي رسخ الانقسام الليبي. رأوا في ليبيا عندنا مشكلة دولة، we have a problem of state، لا توجد دولة ليبية بكل بساطة الآن، وأنا أحدثك لا يمكن الحديث عن دولة في ليبيا. الدولة من تعريفات ماكس فيبر عن الاجتماع الألماني الشهير يقول الدولة هي الطرف الوحيد الذي يجب عليه احتكار العنف الشرعي المسلح، نترجم ذلك الدولة هي من تمتلك جهاز مخابرات الأمن، أمن واحد وجيش. دكتور رياض، كيف الوصول إلى هذه الدولة التي تحتكر العنف؟ إذن في ليبيا لا توجد، توجد هياكل سلطات محلية متناقضة وقوى أجنبية كل واحد يدعم طرف على طرف آخر. أنا أعتقد الانتخابات حدثت، واضح أن الأخوان المسلمين متخوفين جدا من الانتخابات، لأن من هزموا في 2014 ويبدو أنه سينهزمون هزيمة كبيرة جدا، لهذا حاولوا يأجلوها إلى آخره، لأنه ثم تقريبا إجماع ليبي على رفض الإخوان باعتبار انعدام الوطنية وارتباطهم بالخارج، هذوما جابوا الجيش التركي وأقحموه كقوى احتلال في طرابلس وغيرها. إذن الإخوان سيرفضون النتائج
إن جاءت نتائج الانتخابات ضدهم، والراجح أنها ستأتي ضدهم، وبما أنهم يمتلكون السلاح وعندهم ميليشيات مسلحة وتواجد الجيش التركي معهم فلن يقبلوا بنتائج الانتخابات، بمعنى سيتكرر سيناريو 2014، بمعنى آخر الانتخابات إن حدثت سيكون لها شيء إيجابي وهي تعرية هذه الجماعات غير الديمقراطية أصلا التي بالنسبة إليها الديمقراطية فقط حينما تفوز، حينما تنهزم لا تقبل، لأنه في الإجماع الوفاق الوطني في الديمقراطيات من ينهزم في انتخابات يقول أنا أعترف أنني انهزمت وهني والفاز وأشجعه على تشكيل الحكومة، هذا لم يفعلوه سنة 2014 ولن يفعلوه في هذه الانتخابات إن حدثت، وعندنا إشارات كبيرة جدا أتت من هنا وهناك تؤكد ذلك. هم يمتلكون السلاح كما قلت، وتواجد تركيا تواجد أجنبي التواجد التركي، إذن فلن يقبلوا بنتائج الانتخابات، وأرجح أنها ستكون بمثابة هزيمة نكراء لهم أكثر حتى من سنة 2014. تماما. أستاذ محمد الأسمر، لا أعرف إذا كان لديك معطيات حول عودة ستيفاني ويليامز، هل فعلا هي عودة أعادوها إلى 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 المشروع الذي بدأت فيه به، وهل هي تأتي لترجح ماذا؟ لا ترجح ماذا في ليبيا؟ الانتخابات، التسويات، ماذا؟ قبل كل شيء ستيفاني سترجح كفة لجنة 75 التي انتجتها وارتبط بها مشروع انتاج حكومة الوحدة الوطنية، وان الرسالة التي توجه بها مجموعة 75 الى الامم المتحدة عشية تكليفها مستشارة تنم عن هذه النية، وتحرك هذه المجموعة بعد تجميدها بعد ان فشلت في رؤية الموضوع الدستوري عندما آل اليها بعد انتهاء مهلة 60 يوم للجنة الدستور المشكلة من البرلماني ومن المجلس الشاري اعلى للدولة، ثم عندما فشلت رجعت البعثة أن جمعت البرلمان والمفوضية في روما في يوليو للتواصل على اتفاقات في الجانب الفني والتقني، وهذا ما أنتج القانون بعد ذلك. ولكن على كل حال لدينا تيارات في ليبيا إلى حد الآن ممن تم تمكينها من مفاصل الدولة الليبية، وهي الوضع السائد في هذا المجال، تؤمن بالهيمنة الدولية المطلقة في ليبيا ولا تجابهها بالعمل السياسي النضالي الوطني، بل تتماهى معها مما يعمق التدخلات الخارجية. الأخطاء الخارجية أيضا هذه الهيمنة هي عادت بالضرر حتى على الآخرين. الآن السيد بشارقة فعلا عندما تكلم عن دول الجوار والوضع الأمني الإقليمي الذي تسببت به ليبيا، من الذي سبب الخرق في ليبيا؟ هو من يتحمل النتائج. لا ننسى أول أمس في منتدى دكار بشأن الإرهاب، وهذا يعول على الوضع العام الليبي، تحدث عن الخطر الآتي من ليبيا، وهو نفسه الرئيس محمد بعزوم، وينطق بزوم، وهو من قبائل بلاد سليمان من جنوب ليبيا التي هاجرت أبان الغزو الإيطالي. محمد بعزوم عندما كان وزير خارجية النيجر سلم 2 من المسؤولين الليبيين للجماعات الإرهابية وعلى رأس خالد الشريف الجماعة الإسلامية المقاتلة مقابل نصف مليار دولار موثقة ومسجلة في عام 2014. بالتالي هذه الممارسات في إطار بوتقة وإعادة تدوير تعود على الدول، وليبيا هي وليست مسبب، لأن ليبيا اقتحمت بقوة عالمية. عموما على كل حال الآن بالنظرة الدولية عودة ستيفاني كيف يمكن خلط الأوراق إذا ما تم تحديد التاريخ 24؟ ستيفاني كانت تركز أيضا على إعطاء دور المجلس الشاري أعلى للدولة الذي تحدث الآن بقرارات غير قانونية. هذه المبادرة طبعا كما قلنا ليس لديها ما يسندها بالتنفيذ، القرارات موجهة فقط وفق مبادرة التأجيل وحتى التعديل 11 للإعلان الدستوري موجهة نعم للبرلمان فيما يتعلق بالتأجيل، وللأسف ليس تأجيلا فقط بل تم الإشارة إلى تفعيل القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني، وهذا ماذا يتحدث عن أن حتى الانتخابات البرلمانية تتغير 200 مقعد 120 مقعد بالانتخاب المباشر بالأغلبية المطلقة في الدوائر، والثمانون المتبقية هي قوائم نسبية مغلقة، وهذا يتنافى مع قانون رقم 2 الذي أصدره البرلمان بشأن الانتخابات النيابية. وأيضا هم يشيرون لإعادة تفعيل المواد المتعلقة في التعديل 11 بما يتعلق بتضمين الاتفاق السياسي التعديل الثاني في 2018 مجلس رئاسي برئيس ونائبين، بالتالي في إطار بالتالي واضح أن هذه مبادرة للإطاحة بهذه الانتخابات. أستاذ محمد مشارقة كيف ترى هذه المبادرات؟ أولا هل تلقى يعني هل هي فعلا يعني أرضيتها ليبيا بيتية، أم أنه فعلا في مناخ دولي يدفع بهذا الاتجاه؟ أعتقد أن هناك مبادرتين، مبادرة ملتقى الحوار السياسي أيضا في رسائل الأمم المتحدة إضافة إلى مبادرة المجلس الأعلى للدولة.
بشوف أنا إذا بدك يوم الاثنين الماضي يعني في النقاش اللي جرى حول ليبيا، بالمناسبة رئيس هذه الدورة مثلا اللي هو من النيجر اسمه عبدي باري أو هيك اسمه عبدي باري، على كل حال تحدث عن مخاطر إجراء الانتخابات، وهذا أنا أذهلني هذا الكلام، وأنه هذا قد يضاعف الإشكالات في ليبيا. كذلك أنا أفهم أن التكليف أو هكذا عندما يعني قال الناطق باسم غوتيريش لما قال الآن سترسل ستيفاني ويليامز، تحدث عن يعني عن بمعنى إعادة الليبيين إلى طاولة الحوار. أنا بصراحة أتشكك في هذا الموقف ومن هذه المبعوثة الأمريكية الآن، أخشى أن يدخل الليبيين مرة أخرى فيما يسمى كما حدث مع الفلسطينيين دخلهم في البيس بروسس، ودخل الليبيين مجددا عيدين ستيفاني ويليامز في موضوع جديدة هي يعني العودة إلى المربع الأول والحديث عن توافقات وحوارات جديدة. أنا أشعر أنه مجيء ستيفاني ويليامز خاصة مع الاعتراض الروسي عليها يعني وبهذا التفويض من قبل غوتيريش شخصيا وليس من قبل مجلس الأمن، أنه في هناك محاولات لتأجيل الانتخابات، والآن الموضوع مفتوح على أكثر من احتمال. وإذا ما أعيد فعلا النظر به مثل ما أشار سيد محمد الأسمر قبل قليل، بمعنى نحن اتفقنا على قوائم الفردية وليس النسبية، من الذي يطرح الآن هذه الصياغ الجديدة للانتخابات؟ بمعنى ونحن بقي تقريبا أقل من أسبوعين على موقع، وإذا في هناك مشكلة تمام. وأنا الآن بدي أتشكك بأنه ممكن المسألة أن تمضي بفعل إرادات دولية. دعنا ننقل المشهد أيضا إلى دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومعنا من العاصمة الفرنسية انضم إلينا. دكتور خطار أبو دياب، طبعا النقاش حول الانتخابات وحول إمكانية إجراء هذه الانتخابات، حضرتك موجود بفرنسا لكنك أيضا في أوروبا، هناك دفع غربي بشكل عام فرنسي أيضا لإجراء هذه الانتخابات، علما أنه يبدو حتى الليبيين المؤمنين بالانتخابات بدأوا حتى الآن لا يصدقون أن هناك انتخابات. أريد أن أعرف منك هيك وبشكل سريع قبل الانتقال إلى القسم الثالث، مشهد الدولي حاليا، مصالح هذه الدول من واشنطن لموسكو مرورا بأوروبا فيما يتعلق بليبيا. تحياتي لكم ولفريق العمل للمحاورين الكرام، وعذرا على التأخر في نهاية المطاف. نعم، يعني هناك حد أدنى دولي تمثل بمؤتمر برلين وبالمؤتمرات الأخرى وبالمسار الأممي الذي يجب أن ينقلنا إلى الانتخابات، وهذا بالفعل من نسج ستيفاني ويليامز التي كان يتم الكلام عنها، ومن يعني نوعا كان هناك تأخر أمريكي في النهاية بعد تأمين وفاق حد أدنى أوروبي خاصة بين الإيطاليين والفرنسيين، تأمن مع الألمان والأمريكيين هذا الدفع الدولي. لكن بحقيقة المطاف عندما نرى مستوى الحضور الأخير في باريس، لم يكن إلا وزير الخارجية الروسي حاضرا وليس على مستوى الرئيس الروسي، ولم يكن الرئيس التركي حاضرا بل نائب وزير الخارجية التركي، نستنتج أن القوى المهيمنة على الأرض، لنقل الأشياء كما هي، أي تركيا في الغرب وبشكل أو بآخر روسيا من وراء الستار في مناطق الشرق والجنوب، لن تكون متحمسة لعملية ديمقراطية حقيقية في ليبيا. إذن هذا ما ينقص الإرادة الدولية عندما تمنع روسيا أمين عام الأمم المتحدة من تكليف شخص جديد بدل كوبيتش، هذا يعني مأزق معين. في مطلق الأحوال هذه فرصة إذا ضاعت ستضيع، في النهاية لن يكون هناك من فرص أخرى. جماعة طرابلس بالذات، هذه الميليشيات وغيرها، نقول الأشياء كما هي، في العام 2012 كما في العام 2014 لم تعترف بالانتخابات، وجماعة الإخوان المسلمين بالذات عبر المجلس الأعلى عبر تحالفات أخرى، على ما يبدو هم يدركون بأنهم أمام خسارة ولذا لا يريدون الانتخابات. هذا لا يعني أن من يصر على ترشيح أو خلافات بين حفتر وعقيلة صالح وسيف الإسلام القذافي تسهل الانتخابات، وهذا لا يعني أن عدم وجود مرشح وفاقي يتمتع بتمثيل وطني يرضى به الشرق والغرب والجنوب وكل الفئات الجهوية. نعم هناك نواقص، لكن يجب البدء من مكان ما في ليبيا،
وإذا لم يتم البدء من هذا المكان وبدء إعادة بناء الدولة الليبية بشكل تدريجي، وإذا ضاعت فرصة الانتخابات سيعود الانقسام الليبي أكثر حدة، ونعم وسنعود إلى المربع الأول. طيب سأعود إليك دكتور خطار أبو دياب في بعد الفاصل مباشرة لحتى أفهم منك من هي النقطة، لأنه على الأقل دكتور رياض الصيداوي يتحدث عن نقطة المصالحة الداخلية قبل الانتخابات، وممكن أن تكون هذه إحدى النقاط. وأيضا تتحدث دكتور خطار أبو دياب أنها فرصة قد تفوت، ربما فرصة قد تتأجل وليست فرصة ضائعة. بعد الفاصل طبعا. أبعاد في القسم الثالث والأخير، ليبيا على حافة الانتخابات، نقاش هذا المساء من جديد. دكتور خطر أبو دياب، حول مسألة من أين نبدأ. أولا، هل لديك شعور أنه هذه الانتخابات ما زال بالإمكان تمريره؟ ستيفاني ويليامز عندما تم إسقاط مستشارة للأمين العام وإرسالها إلى ليبيا على عجل تحمل شيء، دعني أقول بين مزدوجين، أمريكا أيضا. ثانيا، هل بالإمكان تنظيم تأجيل الانتخابات وليس إلغاء الانتخابات؟ هل لديك معطيات فرنسية مثلا أو أوروبية في هذا الشأن؟ يعني الكل يتكلم من باريس إلى بروكسل إلى برلين وروما عن أهمية إجراء الانتخابات، والكل يشدد على ذلك، لكن هذه هي دوما خطابات الغرب والمجموعة الدولية، الانتخابات أولوية. ولكن لاحظنا ماذا حصل مع انتخابات العراق، إذا أردت أن أخذ مثلا، ولم يعترف بالانتخابات لا في 2010 ولا اليوم، ولم يتم إعادة بناء الدولة في العراق. ليس المهم إذن الانتخابات من أجل الانتخابات، المهم أن يكون هناك مسار متين. ولذلك نعم، إذا كانت هذه الفرصة، إذا كانت ستؤجل شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر من أجل أن تكون مدخل لمصالحة أو متينة أكثر، ربما إذا كان في جعبة السيد ستيفاني ويليامز اسما وفاقيا، يعني في النهاية علينا أن نقول الأشياء كما هي، إذا انتخب سيف القذافي أو حتى حفتر لن يعترف به في الغرب، وإذا انتخبت بيبة لا أدري إذا كان سيعترف به في الشرق أو الجنوب، وأيضا بالنسبة لآخرين. لذا لابد من شخصية تخرج عن هذا الانقسام الحاد، ويمكن في الانتخابات النيابية بعد ذلك حصول فرز من أجل تبيان من يمكن أن يشكل الأكثرية. هل يمكن للقوى الليبية أن تصل إلى هذا المستوى من النضج؟ حتى الآن لا يبدو هذا المستوى من النضج موجود، ومن هنا بالرغم من كل الجهود الدولية، إلا إذا كان هناك نوع من خطة جاهزة تقبل بها الأطراف. أظن كأن هناك يعني نوع من يأس من قبل المجموعة الدولية، ويمكن للقوى الغربية أن تذهب بعيدا في محاولة ترتيب أي شيء من فوق، لكن هذا يتطلب عدم وجود فيتو روسي، لأن الفيتو الروسي في هذه الحالة يتطلب أن يكون الغرب نفسه متفق حول هذه النقطة أيضا. نعم، المسألة ليست بهذه السهولة، لذلك الاحتمالات تتراوح إذن بين الحفاظ على الموعد في حال حملت السيدة ويليامز جديدا يمكن أن يشكل مخرجا، وإلا فالتأجيل هو أفضل الحلول لتفادي الأسوأ. تماما. دكتور رياض الصيداوي، في دعوتك إلى يعني مؤتمرات أو مصالحة إعداد المجتمع الليبي للذهاب إلى الديمقراطية بشكل آخر بعد المصالحة، من خلال تجربتك ودراساتك، ما الذي يمنع ذلك إذا ما قورن الوضع الليبي بأوضاع دول كثيرة حدثت فيها، يعني عم تحدثت عن أفريقيا الجنوبية أو عن فرقاء أيضا وحالات أخرى حصلت في العالم وأهمها في أفريقيا، هل هناك خصوصية ليبيا ما زالت تمنع ذلك؟ هو أول شيء سنة 2011 الناتو كسر حتى ما الحكومة والنظام والدولة ثلاثة مع بعضهم، يعني سقوط الحكومات وسقوط الأنظمة ليست مشكلة في العلوم السياسية، لكن سقوط الدولة ما معنى؟ يعني الجيش العمود الفقري للدولة يتم تفكيكه، وهذا ما حدث في العراق في الواقع. سنة 2003 الأمريكان حلوا الجيش العراقي فتفكت الدولة، فلم يستطيعوا إلى حد الآن بناء دولة وديمقراطية في العراق. نفس الشيء في ليبيا، الناتو يتحمل جزء كبير أنه تم تدمير المؤسسة العسكرية بقطع النظر عن
تقييمنا للظرفية آنذاك. اثنين، كانت الفرصة الذهبية سنة 2011 وهو مؤتمر مصالحة وطني يجمع الجميع، لأنه لا ننسى أنصار النظام السابق كانوا أقوياء وما زالوا وانتصروا حتى عسكريا، وصلوا إلى مشارف بنغازي لولا تدخل حلف الناتو الذي غير المعادلة العسكرية. فماذا يحدث؟ تحدث مصالحة وطنية مثل ما فعل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، مصالحة وطنية بناء وطني وبناء الدولة الليبية، لأنه دائما السؤال مطروح من سيبني الدولة الليبية. ما هو دكتور رياض السؤال أنه يعني تم محاولة ذلك وعقدت مؤامرات يعني مؤتمرات مشاهيرة وسخيرات وروما وبرلين وباريس وكل ذلك، ولم يتوصل الليبيون إلى هذه المصالحة، وبالتالي ما هي الدينامية الليبية الخاصة في هذا الشأن؟ هي ضعيفة جدا. فلنعترف أيضا بكل مرارة أن الليبيون أتاحوا للتدخلات الخارجية أن تنفذ وتتغلغل في ليبيا، يعني طرف يستنجد بالجيش التركي ويتواجد قوات نظامية تركية في طرابلس وفي الغرب، هذه فضيحة لأي شعب في العالم، لأي وطن في العالم، أنت تستنجد بغريب ضد أخيك، ضد قبائل عشت معها قرون وقرون. فإذا التدخلات الخارجية والمرتزق الأجنبي الأخير، لو تحدث عن أكثر من 20,000 لم يغادروا ليبيا، بل بالعكس تتعزز صفوفهم، هذا كله يمنع. ولا ننسى أن ليبيا، وللأسف الشديد وأقول ذلك بكل مرارة للأخوة الليبيين، أنهم يتصارعون على الكعكة الليبية. بالنسبة لهم لو لم يكن فيها النفط، ليبيا ولم تكن غنية في النفط لا تخلوا عنها، مثل الصومال يعني خسروا فيها الأمريكان 8 جنود تركوها لمصيرها. ليبيا غنية والكثير يبحث عن عقود إعادة الأعمار والوصول إلى النفط الليبي ورهانات النفط الليبي الموجود في الشرق وفي الجنوب. أردوغان موجود بقواته لأنه ينتظر في نصيبه من الكعكة الليبية، وهكذا ينظر إلى ليبيا، ولا تهم ولا ديمقراطية ولا حرية ولا بناء دولة ليبية. إذن محك جلدك إلا ظفرك، على الليبيين أن ينتفضوا وطنيا ويضعوا حد للتدخلات الخارجية وطرد هذه الميليشيات والجنود الأجانب والأتراك وغيرهم، وأن يبنوا القبيلة الليبية. تستطيع أن تلعب دور سوسيولوجي هام جدا، وأكثر من الأحزاب، أكثر من الأحزاب لأنه بعضها ارتبط بالخارج للأسف الشديد. القبيلة الليبية سوسيولوجيا قوية، ويبدو أن الاتجاه العام للقبائل الليبية رافض للمهزلة، رافض للاختراقات الخارجية، ويحاول أن ينقذ ليبيا من ما وصلت إليه. لكن لما نتحدث عن المجتمع الدولي فلنحذر، نحن أمام دول مختلفة تنظر إلى ليبيا كمصالح، كالنفط، كالبترول، كإعادة أعمار، كأرباح ستحققها في المستقبل، ولا يهم لا ديمقراطية ولا حرية في ليبيا، ولن تتوحد ليبيا ولن يعيش الليبيون في نعيم. نعم تمام. أستاذ محمد الأسمر، أريد هيك يعني مشهد ليبي داخلي لمواطن ليبي، كيف يرى هذه التدخلات، وهل يمتلك المواطن الليبي، هل تمتلك التيارات السياسية الليبية قوة ردع هذه التدخلات الخارجية، وخصوصا أننا نشعر أنها تحتاج إلى هذه التدخلات؟ نعم أخي الكريم، ولنجسد ذلك نحن نذهب إلى الدينامية التي تحدثت عنها في الشأن الليبي، وهي التي أعطت الإطار والشرعية للتدخلات في آخر اتفاق، وهو ما نقصد به اتفاق ملتقى الحوار السياسي التي رعته ستيفاني. كان هناك 4 محددات فشلت بالكامل ولم يتم التقيد بها، لأنها لم تراعى ولم يتم الاهتمام بها، بل هي مجرد شكليات. أولا كان من الواجب، والواجب الأول هو توحيد كافة المؤسسات الليبية وصولا للحالة المثلى لإقامة الانتخابات. لم يتم ذلك أبدا، لأن توحيد المؤسسات 80% من المؤسسات تم توحيدها هو بالاتفاق 16 من سبتمبر بين الوفاق وبين القوات المسلحة. الجزئية الثانية هي المصالحة الوطنية، وضعت لها آليات خاطئة تغلغلت بها قيادات من الأخوان المسلمين، وأن المشرف عليها في المجلس الرئاسي هو متحالف مع الأخوان المسلمين ودراعهم هناك، وبالتالي لا تتماشى مع أيديولوجية الشعب الليبي من الناحية التكوينية. لا ننسى أن مشاكل تعرضت لها ليبيا تم حلها بتفاعلات الشعب الليبي منذ مؤتمر العزيل أو القبائل الليبية عام 1912 أبان الاحتلال الإيطالي، و1920 وتعزيز التالي الذي أدى إلى مؤتمر غريان بعده مباشرة، الذي حدد ليبيا إلى مناطق وأقسام تتم إدارتها في حل الأزمات والمشاكل بدون الرجوع للقوة المحتلة. أثناء أزمة لوكر بتجاوز الليبيين الحصار 8 سنوات بالقيادة الشعبية الاجتماعية، أثناء أحداث ومواجهة الناتو 2011 كان مؤتمر القبائل، 2015 في العزيز مؤتمر القبائل الذي أعاد اللحظة
الحكم بعد التشظي الحاصل إثر خلافات سياسية وعسكرية. والنقطة الأخرى المهمة التي كان فعلا يجب الاهتمام بها وبشكل كبير وأدرجت من ضمن المخرجات هي إلغاء المركزية في الحكومة الليبية والاهتمام بالمحليات، وهذا كان غير متأتى، نتيجة حتى أن النائب الأول لوزير الحكومة قد عبر عن ذلك وفصل الأجسام التابعة له عن الحكومة المركزية، متهم الحكومة الوحدة الوطنية بالمركزية. والنقطة الرابعة المهمة جدا هي توحيد النقطة الرابعة المهمة في ذلك هي عدم قيام الحكومة الجديدة بالتدخل والدخول في الترشيح الانتخابات، هذا انهار بالكامل. ما يجب صحيح على الليبيون فعله الآن، لا يمكن لليبيين الحركة بشكل منطق، لأن تم تكبيل ليبيا بعقوبات دولية تحت قرارات مجلس الأمن التي لا يطبقها على أعداء ليبيا والمتلاعبين في مقدرات الشعب الليبي، ولكن بأبسط حركة وطنية يتم تقييدهم وتكبيلهم بأغلال ما تم إنتاجه من المجتمع الدولي. نعم تمام. أستاذ محمد مشارقة، استمعت إلى دكتور رياض الصيداوي ودعوته إلى هذه المصالحة الداخلية، واستمعت أيضا إلى دكتور خطار أبو دياب حول هذا المشهد الدولي. أستاذ محمد الأسمر يعني يقارب المسألة مقاربة الانتخابات، ربما هذا الأولوي، هل هناك نقطة توازن لهذه الوجهات النظر كلها؟ أنا رأيي نقطة التوازن الرئيسية هي هذا الإجماع الوطني الليبي موضوعيا باتجاه الاستقرار والأمان وبناء الدولة الحديثة، وبمعنى أن ليبيا شرقا وغربا شمالا جنوبا باتت أقرب بمعنى موضوعيا إلى الاستقرار وإلى صندوق الاقتراع من صندوق الذخيرة. وبالتالي الآن الإشكالية هي في القوى السياسية أصحاب المصالح والمرتبطين عمليا بالقوى الأجنبية وبقوى الاحتلال للدولة الليبية، وبالتالي أنا أراهن على هذا الحس وأراهن على هذا الاندفاع باتجاه التصويت وبدي سحب بطاقات الاقتراع، وكذلك على أن الناس وصلت إلى نهاياتها. أنا برأيي نحن في نهايات مشروع بمعنى جماعة السلاح في ليبيا، بمعنى حتى لو خرجت مجموعة مصراتة قبل أيام ومعهم المفتي العام الصادق الغرياني ليقولوا يهدد الناس بمعنى أن هذه الانتخابات لن تكون مقبولة، لكن أقول أن ذلك لا يعبر عن الرأي العام العميق والإجماع في ليبيا. النقطة الأخرى، أنا في رأيي لننتظر قليلا قوة الدفع الثانية بعد فشل محكمة سبها الابتدائية، بمعنى الأولى بعد فشل بمعنى محاولات حتى مصادرة وتهديد القضاة، ثم بعدين دخلت المفوضية كطرف سياسي بالطعن أيضا على ترشيح المحكمة في محكمة الاستئناف وفشلت أيضا. وبالتالي الآن مطلوب من القوى الوطنية الليبية ومن يمثلها الآن في انتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمانية أن يتقدموا ببرنامجهم الانتخابي، وبالدرجة الأولى وفي مطلع كل هذا الكلام مشروعهم للمصالحة الوطنية الشاملة، بأن يقولوا علنا لم نأتي من أجل الثأر ولا الانتقام، وفي برنامج كامل كيف نحضن الجميع بما فيها خصومنا السياسيون والفكريون وحتى من تآمر على البلد. لابد من هذه المقاربة في برنامج واضح للمصالحة الوطنية. برأيي عندما تطرح هذه البرامج ربما تفتح الطريق وتزيد من ضغط الشعبي على كل الأطراف من أجل المضي باتجاه مسار الانتخابات. دكتور خطار أبو دياب، برأيك، وأنا طبعا لفتني كلامك أنه المنظومة الغربية قد تذهب إلى الخيارات القصوى، لكن برأيك ليبيا على مستوى الجيوستراتيجي إلى أي درجة هي مهمة في الصراع حاليا بين الغرب روسيا الصين، وأكثر من ذلك إلى أي مدى هي مهمة في موضوع الإرهاب والمهاجرين، إلى درجة قد تضطر أوروبا إلى اتخاذ إجراءات تتحدث أنها إجراءات قصوى؟ يعني بالفعل ليبيا يعني عندما أتى الناتو لم يأتي فقط من أجل إزاحة القذافي، لأن بلد مثل ليبيا جيوستراتيجي في كل اللعبة في البحر الأبيض المتوسط، أكبر شواطئ على البحر الأبيض المتوسط. نعلم الآن أهمية ليبيا بالنسبة للهجرة غير الشرعية كمعبر مهم، ونعلم أيضا أنها الصلة ما بين العالم العربي وأفريقيا وبين أفريقيا الساحل وأفريقيا العمق. يعني عندما تكلم صديقنا الأستاذ المشارقة عن المندوب النيجيري كان يقول إنه لا يتكلم كرئيس مجلس أمن بل كجار لليبيا، لأنه حتى ضمن ميليشيات المرتزقة الموجودة في ليبيا كان هناك
ميليشيات تم سحبها منذ فترة من شاديين معارضين بإشراف فرنسي. من هنا ليبيا بلد له أيضا ثروة كبيرة مع عدد سكان ضعيف، أي أن وضع ليبيا مثالي من أجل أن تكون بلدا من النمور الصغيرة، لو كان فيها إدارة جيدة، لو كان فيها إمكانيات، ويمكن أن تكون مفتاحا لاتحاد مغاربي عربي قوي. إذا ليبيا بلد فيه أطماع، ولاحظنا كيف أن حتى ما بين الإيطالي أو الفرنسي، إذا لم أذهب أبعد، كان هناك أطماع ما بين الأوروبيين أنفسهم. الروس أيضا، ماذا يريد الروس؟ الروس يريدون العودة لمصالحهم أيام القذافي، صفقات السلاح وبعض التمركز في النفط، وهذا ما تحاول فاغنر الآن من خلال حراساتها، من خلال حركاتها. السيد أردوغان يذهب أبعد من ذلك، يتكلم عن أصول تركيا للكثير من الليبيين، يطمع من خلال الاتفاق الذي عقده مع السراج للتمركز الدائم في ليبيا، يرفض إخلاء ليبيا، يرفض أن يتم التكلم عن مرتزقة أتوا بدعمه إلى ليبيا. هذا هو برأيي نقطة الخطر الكبرى. ومن ناحية أخرى، الولايات المتحدة ترعى هذه التوازنات، تحاول عبر ما سمته يوما أيام أوباما القيادة من الخلف الاستمرار، لكن مما لا شك فيه أن هناك أيضا تنافس خليجي خليجي، تنافس عربي عربي، يعني حتى بين الجزائر ومصر ليس هناك تفاهم عميق حول الموضوع الليبي رغم المصالح المشتركة الكبرى. أيضا ضمن دول أخرى نفس الشيء. من هنا المسألة الليبية من المسائل المعقدة، ومنه ولذا إذا ضيعنا فرصة وإذا لم نبدأ بحل ما، وأعتقد أن المفتاح هو إيجاد شخصية وفاقية للانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات نيابية نزيهة ملزمة للجميع. هذا يتطلب ضغطا بالفعل على الميليشيات، لأن هناك ميليشيات رفضت تسليم سلاحها، وميليشيات منذ 2012-2014 ترفض اللعبة السياسية وتريد الاستمرار في مكاسبها الجهوية ومكاسبها القبلية ومكاسبها الذاتية. ولذا من دون نوع من اهتمام أكبر، هناك مسؤولية على الناتو ومسؤولية على الأمم المتحدة. هم خربوا ليبيا بشكل أو بآخر، عليهم هم أن يصلحوها، عليهم أن يجدوا الطريقة لإصلاحها، عليهم الضغط على تركيا وغيرها من أجل الانسحاب، عليهم التوافق مع روسيا في الحفاظ على مصالحها. ولكن ترك الموضوع الدولي من دون فيتوات، من دون هكذا جهد منظم متناسق، طبعا هذا مزيد من الفوضى يؤدي. يعني أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور خطر أبو دياب، كنت معنا من باريس. أشكر أيضا أستاذ محمد الأسمر، كنت معنا من القاهرة. أستاذ محمد مشارقة، كنت معنا من لندن. ودكتور رياض الصيداوي، أشكرك أيضا جزيل الشكر، كنت معنا من جنيف. كنا نحاول أن نفهم هذا الوضع الليبي الحالي على حافة الانتخابات. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.